سيدنا محمد وآل صحبة سلم. اليوم خاطرتي والشمس غايبة، فتلقون الخاطرة ضعيفة مو؟ والله أعلم، إن شاء الله قوية بقوة الله والأولياء الصالحين. اليوم أنا خاطرتي واحد من النواب يبرر الاستجوابات، فيقول ترى يا أهل الكويت لا تلومونا، لأن احنا مو من أهل العطايا والحكومة، وإحنا نواب حكوميين ولا من أهل المناقصات. فأنا قلت عجيب على الوالد، كان السيد ترفع الوزير كل يحب هالكلمة. عجيب يعني انتوا الحين شلون نجحتوا؟ انتوا محسوبين على التجار، فيعني شنو سبحان الله، يعني اسمع كلامك يعجبني واشوف افعالك اتعجب واتعجب. انتوا كلها نجحتوا باسم التجار وباسم فيعني اعطونا مبررات مقنعة يا ناس للاستجوابات، يعني واحد ورا الثاني وطقونهم طقات، يعني يعني مثل ما يقولون، وانتم تدرون مني اذا كمل المجلس 4 سنين ما راح تقدرون تغلبون الحكومه، يعني كل الاستجواب راح يفشل. فانتم ليش تحطون العصب بالدولاب؟ خليها تمشي يا ناس، وان شاء الله المعطي هو الله. لا تخافون، انتم هم خذيتوا وغيركم بياخذ بالحلال. قولوا امين.